لامتداد البساط الأحمر لافتتاح الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تهادت مجموعة من أشهر نجوم السينما في الشرق الأوسط، معهم مجموعة وجوه أخرى تحضر المهرجان لأول مرة. فقد جرت تغييرات في برنامج المهرجان هذا العام ليستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أحدث التقنيات ذات الصلة بالسينما مثل أفلام الواقع الافتراضية. الواقع الافتراضي هو الجديد اللي بدأناه السنه دي، الاول مهرجان مصري وثاني مهرجان عربي يعرض افلام فيرتشوال رياليتي، واقع افتراضي. طبعا رجعنا فكره عروض السجاده الحمراء كل يوم، الجالا سكريننج او الريد كاربت سكريننج كل يوم، فيلم مهم بيتعرض في الشرق الاوسط لاول مره بحضور عدد من اصحاب الفيلم سواء نجوم او مخرج. ففي الحقيقه تغييرات كتير، وحابين الناس تيجي تكتشف البرنامج لان تعبنا في اختيار البرنامج. يعني في المسابقه الدوليه فما 16 فيلم وافلام متنوعه ومختلفه ومن بلدان مختلفه، فما من الفلبين، فما طبعا من اوروبا، فما من افريقيا، افلام مختلفه ومتعدده. واظن هذا اللي يعطي الطابع الخاص لمهرجان القاهره، لانه مهرجان اللي مش مرتبط بمكانه فقط، مهرجان عالمي في افلام مختلفه، ويعطي فرصه للمشاهدين انها تطلع على افلام من باك جراوند مختلف، من تقاليد مختلفه، فهذا مهم جدا. احنا فعلا لازم نقدم افلام نهتم بذوي القدرات الخاصه، هم افراد موجودين في المجتمع ومع الاسف هم موجودين اعداد كبيره، فلازم يبقى ليهم الحق في الحياه ان احنا نكتشف ايه عندهم من مواهب، ممكن نساعدهم ازاي، ممكن نقدم لهم ايه، ممكن نسهل الحياه عليهم ازاي.